السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم أفضل أدوات سيديا لهذا الأسبوع متوافقة مع iOS 8.3 وكذلك iOS 8.4. إذا نبدأ على بركة الله، في البداية سأريكم تيمان رائعان للغاية أستخدمهم أنا شخصيا، يعملون كما ترى أمامك على تغيير الكنترول سنتر وكذلك الستيوس بار العلوي من البطارية والتغطية والواي فاي وكذلك شكل الأيقونات. يمكنك استخدام تيم واحد أو التيمان الاثنين. التيم الاول وهو الزد بي 8 او الزوب هوي 8 كما ترى امامك، والتيم الثاني هو الفاليكسيوم. اما من ناحيه الادوات فلدي مجموعه من الادوات لكم في هذه الحلقه سترونها. الاداه الاولى وهي اداه الاني بانر. هذه الاداه كما ترى امامك تعمل على، اذا نضغط على تيست بانر كما ترى شكل الايقونات عندما تاتي اليك تظهر بهذا الشكل، يعني تعطي وميض وكذلك تأشير. الزوايا تقوم بالالتفاف والرجوع كما هي، وأيضا تعطي لون من ناحية الحواف على حسب تحديدك. إذا نقوم بتحديد أي لون، نختار الأخضر أو الأزرق أو أي لون، نختار اللون الأخضر أو الأزرق قدام هكذا، ونضغط على رجوع ونختار تيست بانر. كما ترى الهامش تغير إلى اللون الأزرق، إذا نختار هذا المرة اللون الأصفر ونضغط على تيست بانر مرة أخرى. كما ترى الهوامش أو يعني الهامش الخاص بالأشعار يأتي بهذا الشكل ويأتي على هيئة وميض، أداة رائعة للغاية لتغيير شكل الإشعارات. الأداة التي تليها وهي أداة براغي. هذه الأداة متخصصة بالموسيقى وكذلك يعني طريقة تشغيل الموسيقى على هاتفك الآيفون. فكما ترى أمامك عندما أقوم بتمرير الكنترول سنتر هنا من الأسفل إلى الأعلى، تظهر لي هنا شكل الموسيقى متغير، صورة الألبوم تظهر هنا وكذلك الموسيقى. إذا نقوم بتشغيل أي موسيقى من هنا، نضغط على تطبيق سبوتيفاي على سبيل المثال، وعندما ترجع هكذا في الكنترول سنتر أو في أي مكان تظهر لك صورة الألبوم وكذلك اسم الأغنية والتوقيت بشكل رائع للغاية. ميزة أخرى وهي عندما تقوم بالضغط على البصمة مرتين دون الضغط على زر الهوم، يعني فقط هكذا باللمس مرتين، يظهر لك من الأعلى الألبوم وصورة الأغنية طبعا هكذا كما ترى أمامك، وتقوم هكذا بالتشغيل وأنت تشتغل في الإعدادات أو في أي تطبيق آخر تستعمله. عندما تضغط هكذا مرتين ترجع إلى مكانها. ميزة أخرى وهي عندما تقوم بالضغط على ألبوم ستنتقل إلى البرنامج المفتوحة منه الموسيقى، سواء كان سبوتيفاي أو تطبيق الموسيقى العادي. أداة رائعة للغاية. الأداة التي تليها وهي أداة الفليب سويب. دور هذه الأداة يعمل في تغيير أو تبديل الكاميرا الأمامية إلى الخلفية أو الخلفية إلى الأمامية بتمرير إصبعك على الشاشة دون الضغط على أيقونة تبديل الكاميرا في الأعلى. هنا في الأعلى لا تضغط على هذا الزر هكذا حتى تبدل الكاميرا، ولكن فقط قم هكذا بالتمرير إصبعك هكذا وتبدل الكاميرا، يعني من فوق إلى أعلى ومن الأعلى إلى أسفل، لا يوجد أي فرق بينهما. طريقة أو أداة تجعلك يعني تبدل الكاميرا بكل سهولة فقط بالتمرير. الأداة التي تليها وهي أداة الفلوتر. هذه الأداة تعمل على العديد من المزايا ويوجد بها العديد من المزايا. أبرز هذه المزايا التي فيها، إذا لاحظت أمامك مشاهدي الكريم هنا كل أيقونة يوجد عليها هامش باللون الأسود أو الخط الأسود، هنا حتى في الدوك بار أو في الأيقونات التي بالأسفل كما ترى أمامك تعمل كذلك على جعل الحافة، يعني من هنا يوجد بها، يعني ليست حادة هكذا، يعني يوجد بها انعطاف إذا صح التعبير، ويوجد بها العديد من المزايا يمكنك تجربتها. وكذلك الكيبورد هنا، كذلك الأيقونز إذا قمت بإلغاء الأيقونز والدوك بار، إذا هكذا دوك وأضغط على ريسبرينج، ستلاحظ أن يوجد به تغير في هذه الأيقونات من يعني أزال الهامش الذي باللون الأسود الذي أريتكم إياه. إذا ننتظر كما ترى أمامك مشاهد الكريم، لا يوجد أي هامش أسود على هذه الأيقونات. أداة رائعة للاستمتاع بشكل الأيقونات في هاتفك iOS. الأداة التي تليها وهي أداة الN
تيوب. هذه الأداة تعمل على تنزيل الفيديوهات من اليوتيوب، تطبيق اليوتيوب ليس من متصفح سفاري بل من تطبيق اليوتيوب، وحفظها في تطبيق الموسيقى أو بأي صيغة تريدها، يعني حفظها بصيغة MP3 أو حفظها على هيئة فيديو وإضافتها إلى ألبوم الكاميرا. فعلى سبيل المثال سأقوم بالدخول إلى تطبيق اليوتيوب هنا وأقوم ب أقوم بالبحث هكذا على أي فيديو، إذا لاحظ معي مشاهدي الكريم ظهور زر انتيو بجانب اللايكات هنا. عندما تضغط عليه هكذا وتنتظر قليلا سيظهر لك المجموعة من الخيارات، تنزيله بصيغة MP4 3GB أيضا 360 و144 MP4 من الأسفل يوجد No Video M4A، تقوم بالضغط عليه، أضغط على أوكي. الآن ستجد الفيديو قد تم حفظه في الموسيقى بعد اكتمال التحميل بالطبع. إذن هنا لا يوجد موسيقى إلى حد الآن، وهذه الأغنية لا تزال يعني تنزل، لم تكتمل بعد. إذا كما ترى مشاهدي الكريم اكتمل تحميل الموسيقى الآن وانتقلت مباشرة إلى الموسيقى يعني بدون أي شيء. عندما تضغط هكذا تشتغل 100% بدون أي مشاكل. عندما تختار MP4 ستحفظ مباشرة في ألبوم الكاميرا على هيئة فيديو. الأداة الأخيرة والتي تليها هي أداة النود كيز. هذه الأداة تعمل على تغيير شكل الكيبورد في الكامل بالكامل في هاتفك آيوس. فعندما أقوم بالتمرير هكذا لاحظ معي الكيبورد بشكل رائع وجذاب للغاية، لا توجد بها أي مشاكل. يمكنك أيضا يعني عندما أقوم بالدخول إلى السيديا والبحث ستظهر بشكل مختلف عن الذي أريتكم إياه يعني على حسب البرنامج. لاحظ معي يعني يوجد بها من الأسفل هكذا وكأنها بيضاء أو بشكل مختلف. يمكنك ايضا اختيار الشكل الابيض، يعني تقوم بالغاء تفعيل الدارك كيبورد، وعندما ترجع هكذا ستجد ان الكيبورد بيضاء. شكرا على حسن متابعتكم، ورجاء ان اعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب يظهر الان اسفل الفيديو على يمينك هنا، قم بالضغط عليه قبل انهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الاعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة مدونتي الرسمية www.h3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.